بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وشرف وكرم وبارك وبجل وعظم وأنعم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا حي يا قيوم، آمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم اكشف لنا عن حال سيدنا ومولانا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، واجعله لنا الأسوة الحسنة والقدوة الحسنة، وارزقنا حسن الاقتداء والائتساء به ظاهرا وباطنا يا رب العالمين، وألحقنا به على الإسلام والإيمان التام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. والحمد لله رب العالمين. أما بعد، قال الإمام القاضي عياض رضي الله تعالى عنه: فاعلم أكرمك الله أنك حملتني من ذلك أمرا إمرا، وأرهقتني فيما ندبتني إليه عسرا، وأرقيتني بما كلفتني مرتقا صعبا ملأ قلبي رعبا. فإن الكلام في ذلك يستدعي تقرير أصول وتحرير فصول، والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق، مما يجب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضاف إليه أو يمتنع أو يجوز عليه. وقلنا هذا هو القسم الثالث من علم التوحيد، وهو قسم النبوات أو النبويات، وهو فيما يتعلق بما يجب للنبي وما يستحيل عليه وما يجوز في حقه. ومعرفة النبي والرسول والرسالة والنبوة والمحبة والخلة وخصائص هذه الدرجة العلية، وها هنا مهامه فيح تحار فيها القطا وتقصر بها الخطى، ومجاهل تضل فيها الأحلام إن لم يهتدي بعدم علم ونظر سديد، ومضاحض تزل بها الأقدام إن لم تعتمد على توفيق من الله وتأييد. لكني لما رجوته لما رجوته لي ولك في هذا السؤال والجواب من نوال وثواب بتعريف قدره الجسيم وخلقه العظيم وبيان خصائصه التي لم تجتمع قبل في مخلوق، وما يدان الله تعالى به من حقه الذي هو أرفع الحقوق، ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. ولما أخذ الله تعالى على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، ولما حدثنا به أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه بقراءة عليه قال: حدثنا الحسين ابن محمد قال: حدثنا أبو عمر النمري قال: حدثنا أبو محمد عبد المؤمن قال: حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال: حدثنا ابن الأشعث قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. طيب، واحنا وقفنا عند كلمة وها هنا، مش كده؟ قال الإمام منلا علي القاري: وها هنا، أي في هذه الموضع وفي هذه المواضع المذكورة، فها للتنبيه، وهنا اسم إشارة للمكان القريب. مهامه فيح أي مفازات واسعة، ومهامه بفتح الميم الأولى وكسر الثانية، مهامه جمع مهمة بفتحتين، جمع مهامة
بفتحتين مفازة بعيدة، مفازة يعني صحراء، وخلاء ليس فيه ماء ولا والفيح بكسر الفاء جمع فيحاء، فيح جمع فيحاء أي واسعة جمع فيحاء بفتح مهامه، ناخد كلمة كلمة، مهامه بفتح الميم الأولى وكسر الثانية جمع مهمة، مهمة بفتحتين، مفازة يعني صحراء واسعة بعيدة، وخلاء أي مكان خالي ليس فيه ماء. طيب والفيح ها بكسر الفاء جمع فيحاء بفتح ومد، فيحاء لا جمع، لا جمع أفيح كما توهمه التلمساني، أي الأرض الواسعة تحار بفتح التاء أي تتحير فيها أي في سبيل معرفتها أفهم ذوي النهى، كما قد تحار في سير المفازة المحسوسة إذا سلكتها، زي ما أنت بتتحير لما تيجي تسلك صحراء ها حسية لا تدري ليس فيها طرق ولا أشياء ها فتتحير فيها، تحار فيها القطا وهو بفتح القاف مقصور مقصورا، طير يضرب به المثل في كمال الهداية فيقال هو أهدى من القطا، سمي بصوته وقد قيل إنه يترك فراخه ويطلب الماء مسير 10 أيام وأكثر فيرده ويرجع فيما بين طلوع الفجر وظهور الشمس، سرعته ها عالية ولا يخطئ صادرا ولا واردا. القطا طائر ماشي، طير يضرب به المثل في كمال الهداية أنه بيهتدي يروح يبحث عن المية 10 كيلو 10 أميال ويرجع 10 أيام ويرجع دون أن يخطئ الطريق ماشي، ولذلك يقال أهدى من قطى إن عنده الهداية منضبطة خلاص. وقد قيل إنه يترك فراخه أي أولاده الصغار ويطلب الماء مسيرة 10 أيام وأكثر فيرده يرد للماء ويشرب ويرجع فيما بين طلوع الشمس بين طلوع الفجر وظهور الشمس، يعني ياخد ساعة، اللي بيمشي الناس في 10 أيام هو بياخده في ساعة، ولا يخطئ صادرا أي في ذهابه ولا واردا أي في إيابه، وهو اسمه جنس، وقول الجوهري على ما نقله الحلبي وغيره أنه جمع قطاه فيه تجوز، والحاصل أن القطا يعرف في المجاهل مظان الماء المياه في الأماكن المجهولة، يعرف مظان المياه فلا يكاد يخطئها، فإذا رأت الماء قالت قطا قطا، فتعرف العرب دنو الماء، ولهذا يقال فلان أصدق من القطا، أن تتأكد العرب لما تسمع صوت القطا هذا ها تتأكد أن في ماء هنا هو. وتقصر بضم الصاد، نقرأ طب الحاشية الأول وإحنا واقفين لتقصر دلوقتي، ناخد مثال القطا أولا، قال وها هنا مهامه جمع مهمة ماشي، ها هنا إشارة إلى أن المسلك الذي سلكه للوصول لمقصده، والمهامه جمع مهمة أو جمع مهمة كجعفر، جمع مهمة كجعفر وهو القفر أي المكان الخالي، والمفازة البعيدة أي الصحراء البعيدة، سميت مفازة لأنها يظن فيها الهلاك فاستبشر بالنجاة منها، ها المفازة الصحراء الواسعة التي لا يدرك طرفها ويهلك فيها الناس فتسمى يهلك فيها الناس فتسمى مفازة لإيه؟ حسن الظن بالنجاة منها، جمع مهمة كجعفر
وهو القفر أي المكان الذي ليس فيه شيء، والمفازة أي الصحراء البعيدة. قيل إنما سميت بها لأنها لكونها مخوفة، ها يخفض فيها الأصوات فيقول كل لرفيقه مه مه، كما سميت المفازة أصمت. قيل إنما سميت بها أي المفازة لكونها مخوفة يخفض فيها الأصوات، بيكلموا بعضهم بصوت خالص كده واطي، ليه؟ خشية عدو يجب عليهم أو سبع أو قطع طريق، فيكلموا بصوت واطي كأن ما حدش موجود في وسط الصحراء، ماشي، لكونها مخوفة يخفض فيها الأصوات، فيقول كل لرفيقه مه مه أي اسكت، كما سميت المفازة أصمت. عندك أصمت كده مظبوط؟ طيب فيح بفاء مكسورة وياء أو ساكنة، فيح أو فيح، وحاء مهملة، جمع أفيح أو فيحاء، وهي الأرض الواسعة والمهمة يذكر ويؤنث، كما قال هو ومهمة مغبرة أرجاؤه. الله، المهمة ده يقبل التذكير والتأنيث لأنه إيه؟ غير عاقل، ماشي، كما قال ومهمة مغبرة أرجاؤه. وفي هذا الاستشهاد نظر، وهذه استعارة تمثيلية شبه بيان ما ذكر لصعوبته بفلاة لاحتياجه لسعة الاطلاع. إن الفلاة الصحراء تحتاج واصف خريت، خريت يعني عارف الطريق كويس عشان ما يضلوش فيها ويهلكوا، ها، وحتى يجتنب أماكن الوحوش أو أماكن قطاع الطريق وما إلى ذلك لاحتياجه. طيب وشبه بيان ما ذكر لصعوبته بفلاة أي بصحراء لاحتياجه لسعة الاطلاع وتوقفه على أنظار دقيقة، نظر دقيق في معرفته مقام النبوة. مقام النبوة لا يطلع عليه أحد، فكيف أصور لك مقام النبوة؟ ده حاجة، ها، زي ما أكون داخل صحراء ومعيش أي آلة ولا أي حاجة تهديني في تلك الصحراء. لاحتياجه لسعة الاطلاع وتوقفه على أنظار دقيقة، جمع نظر، والنظر هو الفكر والعقل، في معرفته مقام النبوة، فإنه قد يقع فيها ما لا يليق به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، أو يصفه بما ليس فيه، فيدخل في زمرة من كذب عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من عطف القصة على القصة لبيان صعوبة ما كلفه السائل بطريق آخر. من الأشياء اللي هي قد يوصف بها النبي ولا يصح أن يوصف بها مما ألف فيه الإمام السيوطي، ها، ألف رسالة عندما سئل عن رجل قال لآخر يا ابن راعي الغنم، فالتاني قال له إيه؟ وما يضيروني لقد رعى النبي الغنم. فسئل الإمام السيوطي عن هذه العبارة فقال ألف رسالة، دخل بالليل وكتب رسالة، ها، تأليف هذا، قال إيه؟ تنزيه الأنبياء عن تسفيه الأغبياء، إن ده غبي اللي بيقول الكلام ده، وقال حكم هذا أن يستتاب ويعذر، ها، لأنه شبه النبي براعي الغنم. قال لأن في فرق بين رعاية الغنم بالنسبة للأنبياء ورعاية الغنم بالنسبة لبقية البشر، فرعاية الغنم في حق بقية البشر صنعة دنيئة، ها، حقيرة، صنعة حقيرة رعاية الغنم، أما بالنسبة للأنبياء فحتى يتعلموا سياسة الأمم، ها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا رعى الغنم، قال حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، قراريط يعني الدراهم، ماشي، ياخد درهم مقرر رعيتهم، لكن هي في حق الأنبياء معجزة وكمال، لأنه حتى يتعلمون سياسة الأمم، ها، لما الغنم دي تشرد، دي تشرد كده ودي تشرد كده ودي تشرد كده، فهو يجمعهم، ها. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث
مثلي ومثل ما ابتعثني الله به كمثل رجل استوقد نارا فأخذت الفراش والجنادب يسقطون فيها، تيجي الفراشة تقرب من النار تقوم النار تحرقها ويسقط فيها الفراش والجنادب، خلاص الجنادب زي الفراش كده. وأنا آخذ بحجزكم، ها بوسطكم أبعدكم عن النار دي. فإيه عنده هيكون إيه؟ يتعلم من الغنم اللي بتنفر، بعد كده يستطيع يسوس ويقود البشر والأمم عليه الصلاة والسلام. فهي معجزة في حق النبي وكمال، لكن في حق غيره نقيصة صنعة دنيئة. فقال هذا يعذر ويستتاب إنه ما جاش كده تاني، ها يميز بين إيه؟ ما يكون في حق الأنبياء وما يكون في حق غيرهم. وأيضا انتصف يبقى إيه هنا؟ أو يصفه بما ليس فيه فيدخل في زمرة من كذب عليه. من الأشياء الغريبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم التي تظهر بالانكشاف، ربنا يكشف لنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين آمين يا رب العالمين، أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء امتثالا لأمر الله تعالى ولا يفعلها نتيجة الطبع البشري، واضح؟ إنما فعله امتثال، كما يقول أحد الصالحين يعني هو يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، فممكن يستغنى عن الطعام مطلقا، لكن هو يظهر للناس ما يترتب عليه الأحكام، أحكام الظاهرة وأيضا أحكام السعي فيما نصبه الله تعالى من الأسباب في الدنيا، لكن هو لا يجوع عليه الصلاة والسلام، كان يواصل ويقول أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. لما يبقى إيه هو لا يحدث بالجوع عنده، وإنما هو إيه يأكل لا لإيه اقتداء بالصحابة، أو إن عنده طبعا الجوع ده أمر طبعي، ها لا يجوز أن يوصف به الأنبياء وليس فيه قدح ولا نقيصة، إلا أنه إيه عنده التحكم أكثر من بقية البشر، كما تقول السيدة عائشة مثلا في كونه متحكما كامل التحكم في شهوته الشريفة عليه الصلاة والسلام، شهوته شريفة، فتقول السيدة عائشة ها ومن أملك منكم لإربه أي لشهوته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، محدش يملك الشهوة دي زي ما بملكها لسيدنا صلى الله عليه وسلم. أما يقول مثلا سيدنا صلى الله عليه وسلم ما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال إيه إن العين تحزن وإن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع ونحن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ده يبين الحكم بالنسبة لنحن، أما هو بينظر نظارة يعني أديك مثال الأولياء بيحصل لهم إيه في الحالات دي لما يموت ابنه، أما يموت ابنه ما بينظرش إنه هيفرقه وزعلان، لا بينظر إلى هذا قدر الله تعالى، فأن الله يريدني أن أحزن فبيحزن لطلب الله تعالى منه أن يحزن في ذلك الموضع، مش بيحزن للفراق، بيحزن لا بيحزن لأن ذلك مراد الله، فما بالك الأولياء كده. فيكون حال الأنبياء إيه أو حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إيه بالنسبة لهذا الموضع؟ لا نطلع عليه، لا نستطيع أن نطلع عليه، إنما عنده كمال الرضا عن أقدار الله تعالى. سيدنا أنس 20 سنة يخدمه، ما يقول له لشيء فعله لما فعلته ولا لشيء لم يفعله ألا فعلت كذا، 20 سنة كمال الرضا عما يحدث في الأكوان فضلا عن الخادم، لا ده كمال الرضا عن الأكوان كلها وما يحدث فيها. ولذلك في دعاء الوارد ها مثلا في أهل الطائف لما يعني عملوا بمعاملتهم السيئة عليه الصلاة والسلام قال إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ها في الدعاء الوارد في هذا الموضع قال إيه اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وأنا على الناس أنت رب المستضعفين، أنت ربي وأنت رب المستضعفين. فمن ضمن الدعاء يقول إن لم يكن بك غضب علي يا ربي فلا أبالي بشيء، لا بالدنيا ولا بالآخرة ولا حاجة، المهم رضاك، ها فهو في مقام الرضا بل هو عين الرضا عليه الصلاة والسلام. فخشيت إن واحد يصفه يقول له ده كان بيجوع والعياذ بالله تعالى، أو المثال اللي احنا ضربناه ده، أو كان بيحزن حزنه لله، لكان كل شيء فيه لله عليه الصلاة والسلام، غضب لله وحزن لله وفرح بالله وما إلى ذلك عليه الصلاة والسلام. افتح يا رب رزقكم. طيب قال شبه بيان ما ذكر لصعوبته بفلاة لاجتياحه لاحتياجه، إنه يخترق يسعى في صحراء لا يدري عنها شيئا، ها لسعة الاصطلاح لسعة الاطلاع لاحتياجه لسعة الاطلاع وتوقفه على
أنظار دقيقة، نظر دقيق في معرفة مقام النبوة، فإنه قد يقع فيها ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم، بل قد يقع فيها ما لا يليق به صلى الله عليه وسلم، أو يصفه بما ليس فيه، فيدخل في زمرة من كذب عليه صلى الله عليه وسلم. وهذا من عطف القصة على القصة لبيان صعوبة ما كلفه السائل بطريق آخر، حيث جعله أولا جبلا شامخا وعرا، وعرا صعوده، ثم بعد النزول منه بمفازة بعيدة كما قيل، شبه زي ما يكون طلع جبل والجبل ده ممكن يسقط منه، وأيضا أنه دخل في صحراء ولا يعلم عنها شيئا، كما قيل كيف الوصول إلى سعاد ودونها قلل الجبال ودونهن حتوف، كما قيل أي في الشعر كيف الوصول إلى سعاد ودونها، أي قبل الوصول إليها أو في الطريق إلى الوصول إليها، قلل الجبال أي قمم الجبال ها ودونهن حتوف، وممكن يسقط من الجبل أو يقع في الوادي وما إلى ذلك. ومما يقضي منه العجب ما قيل أنه جواب سؤال مقدر، أي كيف زعمت أنك كلفت أمرا عظيما صعبا وهذا أمر لا صعوبة فيه، فأجاب بأنه كيف لا يصعب وسالكه محتاج لاقتحام مهامه فيح هذا شأنها، وكيف يصح جعله جوابا لسؤال مقدر مع اقترانه بالواو، مع أنه لا وجه للسؤال ولا للجواب سوى تسويد وجه الصحفي. إن الشيخ بعض من شرح هذا الموضع في كتاب الشفا قال إن هذا كلام الشيخ هنا وها هنا مهامه فيح، قال ده إزاي يكون هنا ده جواب عن سؤال ها، فلا يليق أن يكون جواب عن سؤال لأنه بحرف العطف. ومما يقضي منه العجب، يعني هو بيتعجب الشيخ، أصل دايما البلغاء كده يتعجبون من أشياء عجيبة، ما قيل أنه جواب سؤال مقدر، كأن سائلا سأله سؤال مقدر، أي كيف زعمت أنك كلفت أمرا عظيما صعبا وهذا أمر لا صعوبة فيه، فأجاب بأنه كيف لا يصعب وسالكه محتاج لاقتحام مهامه فيح هذا شأنها، وكيف يصح هو الشيخ بيعترض بقى وكيف، لأنه ده عجب هو الشيخ بيعجب من كده، وكيف يصح جعله جوابا لسؤال مقدر مع اقترانه بالواو، مع أنه لا وجه للسؤال ولا للجواب سوى تسويد وجه الصحف، يعني الصحف أنه يكتب الورق، يعني يسود الورق، يكتب الورق بالحبر، يعني يكتب الورقة البيضاء يضع فيها حبرا أي يسودها خلاص. يحار فيها القطا، حار يحار كخاف يخاف، والله إن هنا مفتوح في الإيه، مش حار يحار كخاف يخاف، إن وسطها وسط الفعل مفتوح في المضارع والماضي ها، حار يحار كخاف يخاف، إذا لم يهتدي، معناها إيه حار؟ لم يهتدي، لم يهتدي قصده عندك وضمير فيها، فين النسخة الثانية؟ وضمير فيها للمهامة ها والقطع، حار يحار كخاف يخاف إذا لم يهتدي، وضمير فيها للمهامه والقطى، طيب والقطى ها طائر معروف واحدته قطاه، وهي توصف بسرعة الطيران والاهتداء في الظلمات والتبكير، حتى يقال أنها ترد الماء من مسيرة 10 أيام ثم تعود من ليلتها، فلا تخطئ صادرة ولا واردة، يعني في الليل حتى، ولذا ضرب بها المثل فقيل أهدى من قطى من القطى، كما قيل ضرب بها المثل في الهداية الاهتداء يعني لما تريد، فقيل أهدى من القطى
كما قيل: والناس أهدى في القبيح من القطع، وأضل في الحسن من الغربان. كما قيل: والناس أهدى في القبيح من القطع، أي شيء قبيح الناس تروح له بسرعة، وأضل في الحسن من الغربان، جمع غراب، الشيء الحسن الغراب لا يذهب إليه. وهذا إما داخل في التمثيل أو ترشيح له للمبالغة في بعد هذا المقصد، والمراد أنه مما يضل أرباب الهداية وتتحير فيه. وقيل استعارة أخرى تصريحية. وهذا إما داخل في التمثيل مرة أخرى، مثال آخر، أو ترشيح للمبالغة في المثال الأول في بعد هذا المقصد، والمراد أنه مما يضل أرباب الهداية وتتحير فيه، أي العقول. وقيل إنه استعارة أخرى تصريحية، وتقصر عنه الخطى، أي وتقصر عنها الخطى، وفي نسخة بها. يعني ثلاث نسخ. قال: وتقصر بضم الصاد، وبها بها، وفي نسخة فيها، وفي الشرح عنها. الخطى بضم ففتح، جمع الخطوة بضم وفتح، خطوة، أي بضم خطوة وخطوة، يعني بضم وفتح، أي تعجز في تلك المفازة أن أو يسيرها أو بسيرها الخطوات، تعجز في تلك المفازة أو بسيرها الخطوات من الإعياء. ومجاهل بفتح الميم وكسر الهاء عطفا على مهامه، وهو جمع مجهل للمكان الذي لا علم فيه، لا علم فيه يهتدى به. تضل بفتح فكسر، أي تضيع وتهلك فيها الأحلام، جمع بالفتح جمع الحلم، بالكسر أي العقول. إن لم تهتدي بعالم علم، بفتح العين واللام في الأول، بفتح العين واللام في الأول اللي هو علم، ها، وبكسر فسكون في الثاني اللي هو علم، أي بعلامة يعلم بها. فالعلم بمعنى العلوم، أو المراد به نوع من العلوم. وأغرب الحلبي بقوله: الظاهر أن المراد بالعلم الجبل. وأبعد محش آخر بقوله: المراد به الراية. ولعل محمل كلامهما قصد الاستعارة بهما. وقال الدلجي: من إضافة المشبه به إلى المشبه من التشبيه المؤكد، أي بعلم كالعلم ونظر سديد. قال: وتقصر عنها الخطى، وفي نسخة بها بدل عنها، بها بدل عنها. وتقصر بفتح التاء وسكون القاف وضم الضاد، مضارع قصر، بزنة كارما ضد طال، قصر ضد طال. والخطى بضم الخاء، جمع خطوة، بضم الخاء وفتحها، خطوة أو خطوة، يبقى كلمة خطوة دي سليمة مش لحن في اللغة، وهي ما بين القدمين، وانت بتخطي كده يبقى الخطوة ما بين القدمين. والمعنى أن هذه المهام مع سعتها وكونها لا يعلمها سالكها وغيره، أو لكونها وعرة ذات شوك وصخور تمنع الماشي فيها من مد الخطى وباء بها، الباء بتاعت كلمة تمنع بها أو عنها، تمنع تقصر عنها أو بها، وباء بها بمعنى السببية، أي بمعنى في أو سببية. وعلى النسخة الأخرى قصرها عنها بمعنى العجز،
العجز عنها لما مر أو لطولها أو على حد قوله ولا ترى الضب بها ينحجر، أي الضب ينطلق فيها في الصحراء دي ولا ينحجر لا يمتنع. فالمراد أنها لا تسلك أصلا، وهو من جملة الترشيح أو التمثيل، أو هو تمثيلية أخرى، استعارة تمثيلية أخرى. وعلى كل حال فالمراد صعوبة ما كلف به، وأن الأفكار فيها بطيئة الحركات أو عاجزة عنها رأسا، وما بعده كالتجريد كما سترى. تاني، وتقصر عنه الخطى، عنها الخطى، وفي رواية بها كما قلنا. طيب، وفي نسخة بها يدل عنها بدل عنها، وتقصر بفتح التاء وسكون القاف وضم الضاد، مضارع قصر بزنة كارما ضد طالة، تقصر ضد طالة، قصر ضد طالة. والخطى جمع بضم الخاء جمع خطوة بضم الخاء وفتحها، خطوة وخطوة، وهي ما بين القدمين. والمعنى أن هذه المهامه مع سعتها وكونها لا يعلمها سالكها وغيره، أو لكونها وعرة ذات شوك وصخور تمنع الماشي فيها من مد الخطى. وباء بها اللي هي تقصر بها بمعنى في، أي تقصر فيها، أو سببية، الباء سببية أي بسببها. ها، وعلى النسخة الأخرى أي عنها، ها، قصرها عنها بمعنى العجز عنها لما مر أو لطولها، أو هو على حد قوله. طيب، لما مر أنها إيه؟ صعبة، وأنها غير معلومة، وذات شوك وصخور، ده إيه لما مر. أو لطولها، أو على حد قوله ولا ترى الضب بها ينحجر، إن الضب بينطلق فيها لسعتها يعني، والضب ده سريع الجري يعني. فالمراد أنها ينجحر يعني يلزم جحره، أي بينطلق فيها يعني، ينجحر، عندك ينجحر؟ ينجحر. طيب، فالمراد أنها لا تسلك أصلا، وهو من جملة الترشيح أو التمثيل، أو هي تمثيلية أخرى. وعلى كل حال فالمراد صعوبة ما كلف به، وأن الأفكار فيها بطيئة الحركات أو عاجزة عنها رأسا، الأفكار صعبة أو واقفة عاجزة عن الفكر في ذلك الموضع. وما بعده كالتجريد كما ترى، كما سترى. ومجاهل مرفوع غير منون جمع مجهل، وهي المفازة التي لا أعلام فيها كما في المقتفى، وهو المراد هنا. وقيل المجهل المفازة أيضا. طيب، وفي القاموس المجهل ما يحملك على الجهل، وجهله تجهيلا نسبه إليه. وأرض مجهل كمقعد لا يهتدى فيها ولا يثنى ولا يجمع، انتهى. وقال ابن سيدة في قوله أنا لتصفح عن مجاهل إنا لنصفح عن مجاهل قومنا، مجاهل فيه ليس له واحد يكثر غلبة إلا قولهم جهل، وفعل لا يجمع على مفاعل، فهو من قبيل ملامح ومحاسن، انتهى. وفي نظر لا يخفى على القول بأن مجهل أرض اسم الأرض لا يثنى ولا يجمع، فجمع المصنف له إما على القياس، لأن مفعل ومفعلة يجمعان على اضطرادا على مفاعل، أو يكون ثبت ذلك عنده. فإن قلت ما معنى قوله في القاموس ما يحملك على الجهل، قلت يريد ما ذكره أهل اللغة والعربية من أن صيغة مفعل تكون للزمان، وتكون في كلام العرب لا يقتضي وقوع ما اشتق منه ويدعو إليه، وإن لم يقع بالفعل كقولهم الولد مجبنة ومبخلة،
أي يجعل المرأة جبانا لتخلفه بسببه عن الحرب، وبخيلا لحرصه على بقائه ليربي ولده، وبخيلا ليبقى ماله لولده، وهو من نوادر العربية فعرفه. قال: مجاهل. ومجاهل مرفوع غير منون، جمع مجهل، وهي المفازة أي صحراء أيضا، التي لا أعلام فيها، أي لا علامات فيها توضحها ولا طرق. الأعلام جمع إيه؟ علم، والعلم إما راية أو جبل يتميز به الموضع أو ما إلى ذلك. كما في المقتفى كتاب، وهو المراد هنا، وقيل المجهل المفازة أيضا، ده قول آخر. وفي القاموس: المجهل ما يحملك على الجهل، وجهله تجهيلا نسبه إليه، أي نسبه إلى الجهل. وأرض المجهل كمقعد لا يهتدى فيها، ما فيش حاجة تبين لي الطريق منها، ماشي، ولا يثنى. كلمة مجهل ده لا يثنى ولا يجمع، انتهى. وقال ابن سيدة في قوله: إنا لنصفح عن مجاهل قوم، عن مجاهل قومنا مجاهل فيه ليس له واحد يكثر غلبة إلا قولهم جهل وفعل لا يجمع على مفاعل، فهو من قبيل ملامح ومحاسن، انتهى. وفيه نظر لا يخفى، وعلى القول بأن مجهل اسم أرض، اسم الأرض، لا يثنى ولا يجمع، فجمع المصنف له إما على القياس، إن المصنف قاسه من العربية وهو إمام في العربية، لأن مفعل ومفعلة يجمعان اضطرادا على مفاعل، أو يكون ثبت ذلك عنده، إنه عنده نقل إن مجهل يجمع على مجاهل، لأن لازم بنفس الأصل، مجهل يجمع على مجاهل، هو ما وجدوش إنها تجمع على مجاهل. فإن قلت: ما معنى قوله في القاموس ما يحملك على الجهل؟ قلت: يريد ما ذكره أهل اللغة والعربية من أن صيغة مفعل تكون للزمان، وتكون في كلام العرب لا يقتضي وقوع ما اشتق منه ويدعو إليه، وإن لم يقع بالفعل، كقولهم: الولد مجبنة ومبخلة، أي يجعل المرأة جبانا لتخلفه بسببه، لتخلفه بسببه عن الحرب، وبخيلا لحرصه على بقائه ليربي ولده، وبخيلا ليبقي ماله لولده، وهو من نوادر العربية فعرفه. تضل فيها الأحلام، تضل بفتح الفوقية وكسر الضاد، كما قلنا كده النطق، المعجمة، مضارع ضل إذا لم يهتدي، أو بمعنى هلك. والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وسكون اللام، بمعنى العقل أي العقول، غير مهتدية لمعرفتها على الاستعارة المكنية والتخيلية، أو هو إسناد مجازي، وهو أحسن من تقدير ذي الأحلام، لأنه يزيل بها رونق الكلام. وجعل الأحلام مجازا عن أصحابها، والمراد الصعوبة بعيد. قال: تضل فيها الأحلام، تضل بفتح الفوقية يعني وكسر الضاد، المعجمة، مضارع ضل إذا لم يهتدي، أو بمعنى هلك، تضل بمعنى هلك أيضا. والأحلام جمع حلم بكسر الحاء وسكون اللام، بمعنى العقل أي العقول، أي العقول غير مهتدية لمعرفتها على الاستعارة المكنية والتخيلية، أو هو إسناد مجازي، وهو أحسن من تقدير. بعضهم قال تضل فيها ذي الأحلام أو ذوي الأحلام، فعدم التقدير لو كان ممكن أفهم من غير عدم التقدير أولى من أن أقدر، وأن أقدر اثنين أولى، أقدر واحد خير من أولى من أن أقدر تقديرين، وهو أحسن من تقدير ذي الأحلام، لأنه يزيل بها رونق الكلام، إن جمال الكلام يزول بتقدير ذي الأحلام. وجعلوا الأحلام مجازا عن أصحابها، أو وجعل الأحلام مجازا عن أصحابها، والمراد
الصعوبة، والمراد الصعوبة بعيد، إن لم تهتدي بعلم بعالم علم، إن لم تهتدي أي الأحلام بعالم علم بفتح العين واللام في الأول وبكسر فسكون في الثاني، أي بعلامة يعلم بها. فالعلم بمعنى العلوم، أو المراد به نوع من العلوم. وأغرب الحلبي بقوله الظاهر أن المراد بالعلم الجبل، بالعلم المراد بالعلم الجبل. وأبعد محش آخر بقوله المراد به الراية، إن العلم أيضا هي الراية، لكن هنا المراد هنا في هذا الموضع أنها ليست الراية وليست إيه الجبل، إنما مقصود بها العلامة. ماشي. ولعل محمل لو كلامهما قصد الاستعارة بهما. وقال الدلجي من إضافة المشبه به إلى المشبه به إلى المشبه من التشبيه، من التشبيه المؤكد، أي بعلم كالعلم، بعلم كالعلم ونظر سدي. قال بعلم بعلم علم، إن لم تهتدي بعالم علم، أي تضل فيها الأحلام إذا ما اهتدتش بعالم علم. تهتدي، إن لم تهتدي، تهتدي مبني للفاعل، أي إن لم يحصل لها الهداية لتمسكها بها، أي بالهداية، وسلوكها بدليلها. ويجوز بناؤه المجهول، ويجوز بناؤه للمجهول. وعلم، طيب، لم تهتدي أو تهتدى، ناخذ كلمة كلمة، وإن لم تهتدي بعالم، بعالم علم. تهتدي مبني للفاعل، أي إن لم يحصل لها الهداية لتمسكها بها، تتمسك بالهداية، وسلوكها بدليلها. ويجوز بناؤه المجهول، أي تهتدي تهتدى. وعلم بعلم، علم بعالم علم، وعلم بفتحتين العلامة المنصوبة في الطريق، ها، لتعرف بها، أي تعرف بها الطريق، ولذا سميت نصبا، النصب. ماشي. ويكون المعنى، ويكون بمعنى الجبل أيضا، لأنه يهتدى به كما قالت الخنساء، ها، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. الله الله، إن هي بمعنى الجبل أيضا، ها، ويجوز بناؤه المجهول وعلم بفتحتين العلامة المنصوبة في الطريق لتعرف بها، تعرف بها الطريق، العلامات يعني، ولذا سميت نصبا. ويكون بمعنى الجبل أيضا، علم بمعنى الجبل، لأنه يهتدى به كما قالت الخنساء، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه عالم، أي جبل، ها، في رأسه نار. أما يكون عايز بالليل يميز الجبل، يحط على رأسه النار عشان يعرفوا هم فين، ها، يهتدون بالنار التي فوق رأس الجبل. وفي قولها صخرا وهو اسم أخيها لطيفة اتفاقية هنا لمناسبة الجبل، ها، إن صخرا علم، أي صخر جبل، ففي هنا لطيفة اتفاقية هنا لمناسبة الجبل. وعلم ضد جهل، طب وعلم بعالم علم، وعلم ضد جهل، لإضافة المشبه به إلى للمشبه، كقوله ذهب الأصيل على لجين الماء. وقد يضاف المشبه للمشبه به، كما تقول نهر شربت منه ماء الدر المذاب. طيب. وفي قولها صخرا وهو اسم أخيها لطيفة اتفاقية هنا لمناسبة الجبل، جبل وصخر يعني في مناسبه. وعلم، وعلم علم، ها، العلم ضد الجهل، لإضافة المشبه به للمشبه، كقوله ذهب الأصيل على لجين الماء. لجين أي سطح الماء، لأن سطح الماء بالليل إذا، ويقول اللجين هي الفضة أيضا، لأن سطح الماء بالليل إذا كان عليه ضوء القمر حين اكتمال القمر يدي لون الفضة، يبقى لونه زي الفضة كده. وقد يضاف المشبه للمشبه به، كما تقول شرب نهر شربت منه، ها، يبقى ده ايه، نهر مشبه به هنا، والمشبه اللي هو شربت منه.
ماء الدر المذاب، ماء جمع درة أي الجوهرة الثمينة. ولك أن تقول أنه استعار العلم العالم بفتحتين للكبير من العلماء لاهتداء الناس بعلمه، كما يقال فلان جبل في العلم، أو لعلو قدره واشتهاره كما فسر به في البيت. وبين بعلم وعلم تجنيس، وقيل في عبارة المصنف رحمه الله تعالى أن على علم الأول بكسر فسكون، إن علم علم والثاني بفتحتين، قال كده إن علم علم ولكن المنصوص عليه علم علم والثاني بفتحتين عكس المشهور، وهو وإن لم يخل من وجه صحة الخلاء، وإن لم يخل من وجه صحة خلاف الأول، يعني هو ما بيخلش بالصحة، ممكن علم علم وممكن علم عالم، خلاص عالم يعني ايه علم عالم، ماشي علم عالم كده، إلا أنه خلاف الأولى، إن أبلغ في ايه ينظر الشيخ للبلاغة هنا. قال ونظر سديد بسين مهملة، أي وبتأمل على صوب صواب. النظر سديد، النظر بمعنى الإبصار والفكر، ماشي، وهو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول. النظر ترتيب أمور معلومة في الذهن ها للوصول إلى مجهول. وقيل ملاحظة المعقول لتحصيل المجهول، قيل ملاحظة المجهول المعقول لتحصيل المجهول. والملاحظة توجه النفس نحو المعلوم الحاضر في ذهنه. والسديد ما له سداد بفتح السين، وهو الصواب من القول والعمل وإن لم يحصل بالنظر. ومضى حدا طيب، ونقف هنا ونكتفي ونتن المرة الجاية إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلى وأعلم عز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين على ما أنعم وأولى وابتلى وأفاض وأعانى وحفظ وعصم، فله الحمد والمنة وله الشكر على النعمة، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كفاية كده ماشي، الشيخ علومه غزيرة. نعم، ممكن تشرح شوية يعني السنة الجبلية والسنة الشرعية؟ ما في سنة جبلية، هذا عند الأصوليين. قال الأصوليون، بعض الأصوليين يقول إيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتدى به في الأمور الطبيعية، الأمور التي ليست تشريعية، لا يقتضى به في الأمور العادية. هل تقول لك بس نتكلم بعد كده، بس اسأل تاني. الأمور الجبلية دي لا اقتداء به مطلقا، لكن الإنسان الجبلية بمعنى إيه؟ أنه فطر عليها، لا تدخل النبي في تحصيلها، كونه شثنى الكفين، كونه شعره يكون مرة هكذا ومرة هكذا، أو جمة أو لمة أو ما إلى ذلك، دي طبيعية خلاص، إلا لأنه ينسق شعره، دي حاجة تانية. كونه ربعة ليس بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، فدي أمور خرقية تسمى جبلية، لا ليست محل للاقتداء. ولكن أيضا حتى هذه الأمور إذا أنت وجدت في نفسك صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم فتحمد الله وتفرح، المسلم كده يفرح، ده أنا فيه وصف من وصف النبي خلاص ها، ويفرح ويسعد بكده. الأصوليين لهم مادة جافة، فالأصولي إيه يقول إن الأمور الطبيعية لا مجال للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، والطبيعية دي إما جبلية وإما اختيارية. فالجبلية دي اللي أنا قلت لك عليها، طب والاختيارية ها؟ قال له بقى الاختيارية لا يقتدى بها، ده الأصوليين.
مثل ايه الاختيارية؟ انه وجد الدباء فاخذ يلتقطها من الصفحة من الصحفة، فهذه امور اختيارية ليست تشريعية. ها، فقال لك يبقى اكل الدباء مش مندوب، ما فيش ثواب فيه اصلا. ها، اصبر بقى، ده كلام الاصوليين. لكن الفقهاء قالوا لا، قالوا يقتدى به في كل شيء، ها، حتى في قضاء الحاجة، ها، وكيفية قضاء الحاجة، وفي كيفية النوم، كيفية الاستنجاء والاستبراء، ها، قالوا يقتدى به في كل شيء عليه الصلاة والسلام. وذكر ذلك الإمام النووي في عبارة ذهبية في صحيح مسلم، قال إيه؟ باب استحباب أكل الدباء واليقطين، ها، وترجم كده، وذكر أن سيدنا عليه الصلاة والسلام كان يأكل الدباء، يعني أن دعي الرسول صلى الله عليه وسلم إلى طعام فيه دباء، فكان يلتقط الدباء من طرف الصفحة الإناء، فلاحظ ذلك سيدنا أنس فقال فأخذت أقدم الدباء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحطه قدامه فالرسول يلتقطه، كان يحب الدباء لكن مش هيروح بقى يلقط من بعيد، فهو الأدب بتاعه عليه الصلاة والسلام أنه يأكل من أمامه، فأنا أنس لما لاحظ أنه بيأكل الدباء من أمامه قدمها إليه فوجد الرسول بيأكلها، فعلم أنه يحبها. فسيدنا يقول سيدنا أنس فما صنعت طعاما يدخل فيه الدباء إلا أدخلت فيه الدباء، كل طعام ممكن أحط فيه الكوسة دي أو الفصيلة القرعية إلا حطيت فيه الدباء. فالإمام النووي في الشرح يقول إيه؟ ويستحب أن يحب كل شيء كان يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان جبلي مش طبيعي. طب وإيه أحسن؟ يعني لو كان يبقى الدباء أفضل الأطعمة، بالعكس وبالفعل هو كده، إنه سهل على المعدة ويدي طاقة سريعة، وأنه لا يعمل تلبكات معوية ومفيد للبدن، وجدوا كده فأم قالوا الكلام ده على هذا. إذن الفقهاء خالفوا الأصوليين، حيث الأصول يمد ينظر إلى المادة الجافة ولا ينظر إلى إيه، إن هذا ليس محل اقتداء إن أنا أكل الدباء، لكن الأئمة قالوا لا، الفقهاء قالوا لا محل اقتداء. وبعدين اختلفوا بعد كده أيضا، هل محل اقتداء في انك تحبها بس، ولا محل اقتداء ايضا في تناولها الدباء؟ انا ارى ان هي لو تناولتها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، نوى اكل الدباء مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم واكله مقتديا به يثاب، لان في اقتداءه، هم منعوا الاقتداء هنا، حسوا انها امور طبيعيه الملبس والمشرب. ولذلك جنب بقى ايه توسعوا في كده الاصوليين، قال لك ايه اللحيه عادت عرب، ها، وما لم ينظروا الى النصوص، لبس البياض عادة عرب ولم ينظروا إلى النصوص، ها، البسوا من ثيابكم، يعني هم وصلوا إلى أنهم وضعوا قواعد كلية بأنها ليست محل الاقتداء، أما بالنسبة للفروع فهي محل الاقتداء بالنصوص. خلاص، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتكم، هو أمره ده، بعض العلماء حمل الأمر ده على الوجوب، ابن القيم قال نقل إن بعض العلماء قال إيه هذا الأمر محمول على الوجوب، وبعضهم قال لا على الندب فقط، لكن دار على الندب يعني له حكم شرعي باستحباب هذا الأمر. خلاص، أما الأصولين فعندهم المادة جافة شوية، فقالوا إيه لا مش محل الاقتداء الأمور الجبل الطبيعية، أما الجبلية فليست محل الاقتداء إلا أن الواحد يتمنى، ها، أن يكون فيه شبها من النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا أو باطنا، ربنا يرزقنا ذلك أجمعين. رايح اتضحت؟ لا طبعا فقيه نتبع الفقيه في حب النبي صلى الله عليه وسلم، والحب ده انا بقول لك حتى لو اكلته وتناولت الدباء بنيه الاقتداء تثاب، باعتبار ان هو الامام النووي هو قال ايه ويستحب ان يحب كل شيء كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني افرض انت كلت الدباء من غير نيه، لا خلاص مش هتبقى من غير نيه الاقتداء، يبقى هنا لا تثاب، لكن كلت الدباء بنية الاقتداء تثاب. نعم، كلامه ايه؟ متشدد. لا هو بينظر لتفريغ، ان بينظر لوضع قواعد أصولية بغض النظر عن الالتفات للفروع الفقهية، فهو بيضع قاعدة بيقول لك النبي كان بيقعد ازاي، يجب تقعد زي النبي، طب يندب تقعد زي النبي، قال لك لا مش مجال اقتداء، ليست مجالا للاقتداء، وإنما مجال الاقتداء في الأمور التشريعية التعبدية، أما المأكل والمشرب والمسكن والملبس وكل ده ليست أمور تشريعية، بينما الفقهاء وأصحاب الفروع وجدوا أن دي أمور وردت فيها نصوص بعينها. من اللي سالك المسلك ده الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله رضوان،
فيقول ايه ان اللحية، بيقول ان اللحية دي امر عادي، كانت عادة عرب، عادة العرب، وبالتالي ليست مندوبة حتى، يعني مش فضلا عن الوجوب، بينما الوجوب النصوص بتدل على الوجوب، ارخوا ارسلوا اطلقوا ما الى ذلك، كلها صيغ، خمس صيغ في الامر في اللحية، وصيغة امر، فحملها على الوجوب الجمهور، رغم ان الشافعية حملها على الندب، لكننا حملوها على انها تكليف شرعي بالندب او الوجوب. الاصول لما ننظر الى ذلك، فالشيخ الغزالي يقول مثلا ايه، فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يلبس البياض لامر طابعي، لان البياض يعكس ضوء الشمس ويعكس الحراره، فهل الشيخ بيسال سؤال عشان تتجاوب نفس الاجابه دي، فبيقول ايه، فهل يطالب الانسان الذي يسكن في القطب الشمالي ان يلبس عمامه بيضاء وثوبا ابيض؟ وبيقول له ما يلتزموش، ده عايز انا عايز امتص الشمس عشان ادفى. اقول له لا، نعم ان فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يثاب، ويبقى كده متبع وتحصل له بركات، هيدفى. رغم ان هي هتجلب والله تعالى اعلم. اعلم عز وجل. في اسئله تانية؟ راح كده. طيب الحمد لله رب العالمين، نصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.